شهدت عدة مناطق في ريف دير الزور الشمالي خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بانتهاكات قوات قسد المستمرة بحق الأهالي وتدهور الأوضاع الخدمية في المنطقة. وبحسب ما ذكرته شبكة فرات بوست فأن أهالي منطقة العزبة وشهيبات ومعزلية في شمال دير الزور احتجوا وقاموا بإغلاق الطرقات وأشعلوا الإطارات في محاولة لإيصال مطالبهم إلى مسؤولي قسد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يكون معنا مدير شبكة فرات بوست الأستاذ أحمد رمضان. أهلا وسهلا فيك أستاذ بداية. نعم، مساء الخير لكم وللشهداء المشاهدين. متى بدأت هذه الاحتجاجات وما هي مطالب الأهالي هناك؟ الاحتجاجات في أرياف دير الزور الشرقية والغربي وحتى الشمالي لم تتوقف منذ أكثر من عام، أو منذ سيطرة قسد من الأمم التحالف الدولي على المنطقة وأعطال تنظيم الدولة. الاحتجاجات في الفترة الماضية ارتفعت وتيرتها بسبب الانتهاكات التي تقوم بها قسد وبسبب هيمنة الكوادر الكردية للسلطات العليا في المحافظة. المظاهرات يوم أمس تركزت في ريف دير الزور الشمالي وطالبت بإقالة الكوادر الكردية التي تتحكم بكل الأمور في دير الزور أو حتى في المنطقة الشرقية بالعموم. الاحتجاجات أيضا تأتي على وتيرة الفساد في المجالس المدنية، وقد قدم عدد من أعضاء مجلس دير الزور المدني استقالتهم الأسبوع الفائت بسبب أيضا هيمنة الكوادر الكردية على القرارات في المجلس. نعم أستاذ أحمد، هنالك حديث عن وجود معتقلين من أبناء البلدة لدى قسد، هل لديكم أرقام حول عدد المعتقلين ولماذا تعتقلهم قسد إلى اليوم؟ في الحقيقة المعتقلين وصلوا العشرات أو حتى المئات الفترة الماضية، ولكن باحتجاج أمس اعتقلت قسد أكثر من 12 شخصا بسبب قطع الطرقات أو بسبب المظاهرات ضد السلمية، ضد انتهاكات قسد أو هيمنة الكوادر الكردية على القرارات في المنطقة. المعتقلين بشكل شبه يومي في كل مناطق في كل أرياف المحافظة، منهم من يبقى داخل معتقلات المنطقة ومنهم من يرحل إلى الشدادي أو حتى سجون الرقة. طيب أستاذ أحمد، اليوم كيف عم تتعامل قوات قسد مع احتجاجات الأهالي وحتى مطالبهم؟ قسد تقوم بمنع الاحتجاجات ومنع المظاهرات، وفي بعض الأحيان تقوم أي منطقة تقوم باحتجاجات القسد تقوم قسد بمداهمة المنطقة في الأيام التالية بحجة وجود سلاح أو وجود خلايا إرهابية. نعم، طيب هل الاحتجاجات أو تظاهرات اليوم أي علاقة مع التظاهرات اللي خرج فيها الأهالي قبل أشهر؟ نعم، في الحقيقة الاحتجاجات كلها تأتي بسبب تردي الأوضاع المعيشية، سوء الخدمات، نفس الأسباب، الاختلاس، الهيمنة في القرار الكوادر الكردية أو كوادر. طيب أستاذ أحمد، إلى أي مدى يمكن أن تصل في حال لم تتجاوب قسد مع مطالب الأهالي؟ في الحقيقة ممكن أن يتصاعد التوتر أكثر فأكثر في أرياف دير الزور أو في المنطقة الشرقية بالعموم، ممكن أن تستقيل الكوادر العربية بالكامل كانت عسكرية أو مدنية أو حتى إغاثية، وبذلك سيتم الضغط من التحالف الدولي على الكوادر الكردية وقيادات الكردية لعدم تهميش تلك الكوادر. نشكرك أكيد الأستاذ أحمد الرمضان مدير شبكة فرات، وشكرا لك جزيلا.